مشاهدينا عدنا إليكم مجددا في فقرة المجتمع مع عبدو حسن حبيب. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي وسفير اتصالات في موف أفريك، مدرب في صناعة المحتوى، مقدم في منصة كلان جون بوست بالعربي، واليوم معنا في برنامج لاليكم. تشرفنا. أهلا وسهلا بك. كيف حالكم؟ الحمد لله. الله يبارك فيكم. عبدو، أنت بالأصل ممرض لكن اتجهت إلى صناعة المحتوى. نعم. ما شاء الله نجحت وأصبحت معروف في الساحة التشادية. فكيف كانت بدايتك؟ الحمد لله. من صغري كان حلمي أن نكون إعلامي، يعني قدام الكاميرات، قدام الشاشات وهكذا. حتى لما جيت ندخل الجامعة كنت داير ندخل مجال الإعلام، ولكن ما كانت في كلية إعلام في جامعة الملك فيصل، فاضطررت نلبي رغبة أمي والوالد، دخلت في التقنيات للعلوم الصحية دفعة عبد الرحمن جمعة، تحية لهم. دخلت وكملت 3 سنة. بعد ما كملت قاعد في فترة العطلة، جت فترة كده قلت خلنا نبدأ السوشيال ميديا وكده، فيديوهات وكده، بما أني محب للإعلام والكاميرات وكده. فبدأنا بمقطع واحد مقطعين في وقت كورونا، والحمد لله لاقى رواج، لاقى انتشار، وصلنا لما وصلنا له الآن. الآن يعني الآن تركت مهنة التمريض جانب واتجهت لصناعة المحتوى. شهادة التمريض شلتها وحطيتها تحت الوسادة واتجهنا إلى عالم الإعلام. بما أنها مهمة أيضا. نعم مهمة، ولكن لما توصل مرحلة معينة كده في موهبتك، أنت تحب تسوي الحاجة اللي أنت تحبها كده، أنت حتقدر تسوي. نقدر أنا نمشي المستشفى اليوم، لكن نمشي نطعن، خلاص ما عندي شغف كده، حنمل سنة سنتين، حنمل القرص واحدة ما يسوي شيء. عبدو، ما هي أصلاً هي صناعة المحتوى؟ صناعة المحتوى هو أن تصنع شيء أو معلومة بمعايير معينة وتنشرها في السوشيال ميديا بحيث يتلقاها المتلقي ويقدر يتفاعل معها. أحياناً صناعة المحتوى مش متركزة إلا في الفيديو، أحياناً تكون كتابياً، يعني كتابات أو اقتباسات أو تقارير مناشير، وأحياناً تكون صوت، يقولوا لها البودكاست، ما معروفة هنا في تشاد، ولكن في صوتيات منتشرة للبرة وكذا، وفي صور فوتوغرافية، صور بمعايير معينة وقواعد معينة وكذا. لكن الأشهر في صناعة المحتوى هو الفيديو، يشدك أكثر. أكيد لديها مراحل، فما هي مراحل؟ مراحل صناعة المحتوى تقريباً متركزة على 4. الأول أن تكون عندك فكرة جيدة، لازم تكون عندك فكرة. من وين نأخذ الفكرة؟ من الواقع ومن الحيز الذي نعيش فيه، من الحيز الذي نعيش فيه. أحياناً تجي الفكرة من مسلسلات أو أفلام، لكن أكثر شيء من الواقع. ثاني شيء مؤدي الفكرة، يعني اللي حيمثل الفكرة أو اللي حيقول الفكرة، ولازم المؤدي يكون عنده علاقة مع الفكرة. الفكرة إذا كانت كوميدية فالمؤدي لازم يكون له علاقة بالكوميديا، دمه خفيف كده عشان ينجح الليتر. ثالثا التصوير، تصوير عنده أساسيات، عنده قواعد معينة، زاوية قريبة، زاوية بعيدة، من فوق، البؤرة وهكذا. لابد تكون ملم بهذه الأشياء. لازم، ولو نقول لك ما تدخل في التفاصيل، أنت في بداية قررت تدخل السوشيال ميديا تكون على الأقل عندك خبرة من شيء. لازم تكون عندك فكرة عشان تسوي السوشيال ميديا. في ناس تلقى عندهم كاميرات بكم كم، ولا عنده تلفون آيفون وسامسونج حديث، ولكن ما عندهاش فكرة، تحط له الكاميرا ما يقدر يتكلم، وهذا سبب من أسباب ما يخليك تنجح في السوشيال ميديا. طيب عبدو، أيضا بتدرب في مجال السوشيال ميديا. نعم. هل الشخص إذا كان داير يتجه للسوشيال ميديا ضروري يكون عنده مواد قالية ويكون عنده يعني مادة عشان يقدر يتجه للسوشيال ميديا؟ لا لا لا، احنا بدينا بتليفون بس، ايفون 6 رخيص كان وقتها وكذا. المهم هو يكون شنو، حتى التليفون الكاميرا تكون نظيفة والميكروفون يكون نظيف، انت خلاص بابك مفتوح لعالم السوشيال ميديا. واليوم اعتقد ان الكل عنده تليفون، فالكل يقدر. بعد ما تمشي مرحلة مرحلة، ستيب باي ستيب، حتوصل مرحلة الكاميرات زي كاميراتكم انتم. فأكيد عبدو، هناك صناع للمحتوى. نعم. يصنعون محتوى جيد. أيوه. يؤدوا رسالة كويسة. نعم. لكن لا يجدون يعني الاهتمام من جانب المتابعين. السبب، هناك الأسباب فعلا. في صناع محتوى قاعدين يسووا محتوى، وكل يوم
يصنعوا فيديوهين واثنين وثلاثة وكذا. السبب اللي ما يخليهم ينشهروا أو السبب اللي يخلي محتواهم ما غير محض للاهتمام إن في سبب، وإما فكرة ليست مطابقة لواقعنا اجتماعيا وكذا. ثاني شيء يا إما التصوير يا إما الفكرة ما حلوة. ثاني شيء إحنا حاليا في عالم بيقولوا له عصر التفاهة. حاليا في واحد تلقاه يسوي فكرة جيدة، تصوير جيد، مؤدي جيد، مونتاج جيد، ولكن ما يلقى تفاعل. بينما شخص آخر يمرك تلفونه يلقى مثلا بيت راكبك لاندو يصورها كده وحط لها موزيك زحمة زحمة زحمة، كلام خلص قال انشهر. فعصر الحاليا قاعدين فوقه وقت التفاهة، حاجة تنشهر، حاجة تدليك، الفكرة مرات تنجح الدي تدلي، ما في شيء ثابت. عبدو الآن في ساحة السوشيال ميديا كثير من الشباب اللي اتجهوا الاتجاه ده. نعم. يعني زي ما بيقولوا حدث ولا حرج، كل يوم تلقى واحد في الاسمات ده، في اللي بيعايروا، في اللي ما بعرف بيقدموا محتوى كيف ما بعرف مزاتك اصلا كيف اقتنعوا انهم هم بيقدموا. فمن هذا المنطق تقدر تكلمنا شنو سلبيات وايجابيات السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، يا اما تستخدمه في الخير ويفيدك، يا اما تستخدمه في الشر وبعدين حيكون لك شر مجتمعيا ومن الله سبحانه وتعالى. الله قاعد يراقبنا ويراقب حساباتنا ويراقب كل شيء. السوشيال ميديا صنعوه اصلا عشان الناس تستفيد. اكثر شيء لازم تستفيد من حاجتين، تستفيد من العلاقات، هو اصلا تواصل اجتماعي، مواقع تواصل اجتماعي، يعني تتواصلوا اجتماعيا. السوشيال ميديا البعيد تقرب لك، يعني برساله صباح الخير شنو، هو اصلا مصنوع لكده، التواصل لاحبابنا واقاربنا وكده. ثاني شيء الاستفاده الماديه، لازم صناع المحتوى او انت بما انك قاعد في السوشيال ميديا ولو بقليل لازم تربح ماديا من السوشيال ميديا. لكن المجتمع التشادي للاسف الاغلبيه او الاكثريه 90% الحاجتين دي ما قاعدين يطبقوها او ما قاعدين يستفيدوا منها، ولا قاعدين يستفيدوا علاقات ولا قاعد يستفيدوا من المادة. بالعكس انقلب كل شيء السحر على الساحر. بقت ساحة لنشر العنصرية، لنشر الكراهية، بقت ساحة لافتعال قتال قبائل. نحن لسنا بحاجة إليها. لا 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 لا، بالعكس حاليا تقريبا قاعدين كلنا هنا ولا عندنا احنا نعرف قبيلة فلان وفلان. المثقف دائما ما يسأل أصلا من القبيلة أكيد أو أكيد من الحاجات اللي زي دي. لكن السوشيال ميديا تلقى واحد صغير ذهب لقى له 200 ريال مشى صبى ام بي، يجي فلان دول عبيد. ده هو دي مخاطر السوشيال ميديا. أكيد بكلف نفسه عشان بس يعني ما ده بقت ساحة كده لنشر أكيد الكرهي. عبدو هناك طريق أسرع يوصلك للنجاح من خلال السوشيال ميديا، التيك توك، الواتساب، الفيسبوك، ما هو الطريق اللي يوصلك بطريقة السرعة للنجاح؟ اوكي، هو ما المهم المنصة اللي حتسوي فوقها، ان كان تيك توك او انستغرام او سناب شات او فيسبوك او كذا، المهم هي الشخصية والمهم هي الفكرة وطريقة محتواك. انت لو كان محتواك جيد، انت لو مشيت حتى في الياهو هنا الزمان ده حيفتشوك الجماعة، يقول وين فلان فلان، وين فلان فلان، يمشي يتابعوك من وين وين. حتى لما انت تمشي ريستوران ولا مكان واحد انت سويت صورة شاشة صورت في ستاتي حتلقاهم يجوا لك من كثرة المحبة. ولكن إذا كنت أنت فكرتك عادية وشخصيتك عادية زي أي حد، فأعتقد إن شاء الله حتى تجي في اللوف في البيت حيتجاهلك أكيد. عبدو أنت دائما تقدم طريقتك لرسالة المحتوى بطريقة شبه كوميدية. نعم. وأكثر فيديو انتشر لك مع الوزير السابق وزير الرياضة، فنريد السبب من الطريقه دي شنو؟ اوكي، شنو خلاك انت تقدم بالطريقه الكوميديا؟ في لايصال الرساله او لصناعه المحتوى في طرق كثير، في انتقاد ساخر، في عبر الكوميديا، في مثلا تطوير الذات، في كثير. ولكن اسرع طريقه قاعد نشوفها للناس هي الطريقه الكوميديه او خفه الدم، تحسها كده يعني توصل الرساله اسرع. طيب حسن ده ابوك عبدو. نعم. طريقه ما هو حسن ما عنده مشكله الناس يقولوا لي حسن عادي عادي
طيب خفة الدم وعندك محتوى وعندك مواد، خلاص انت تقدر تضمن نجاحك. انت انشهرت خلاص امورك تمام. خلاص امورك تمام، لكن شخصيتك تكون تمام بس. عبدو نرجع للشهرة. هل الشهرة هي تعتبر النجاح ام العائد المادي يعتبر النجاح بالنسبة لصانع المحتوى؟ والله الاهم لنا احنا هي الشهرة تجيب العائد المادي. انت لما تكون مشهور او لو تكون معروف لدى الكثير في المجتمع، فالشركات والمؤسسات تقول اوكي النادم ده قاعدين يتابعوك كثير، فانا لازم نتعامل مع الشخص ده، عشان ده هي الشركه تجي تتعامل معاك. انت لما تستعمل منتج حقها فالناس كثيرين حيشوفوها، فانت تتعامل مع الشركه بشنو؟ ماني، بفلوس. نعم طبعا صح. وكده انت حتربح الشهره وحتربح القرص. عبدو لكل شيء ضرائب نادم بدفع. اكيد. شنو ضرائب الشهره؟ ضريبة الشهرة زي ما قلنا شهادة أكاديمية خليتها في كل تعتبر ثلاث سنوات درستها علقت في البيت، درستها كده جهود علقت في البيت كده. ما خلاص زمان قبل ما ندخل السوشيال ميديا كنت داير نخدم بالشهادة دي، فما لقيت فرصة وكده. بعد ما انشهرنا وبعد ما شنو الجماعة عسى الصيدليات ومعيادات وكده قال تعالوا اخدم معنا قلنا تروتر. ثاني شيء الضريبة الوقت، حتشيل منك الوقت، يعني عالمك وتصويرك وأفكارك وشنو كلها حيشيل وقت، فأنت دايما وقتك حيكون قصير. الشهرة تانية حتشيل منك قلة التواصل مع ناسك المحببين الزمان قميت معهم وشنو ذا، فمع كثرة الناس تكثر الاهتمامات والأعمال، فأنت ما تلقى وقت لنفسك ولأقاربك. دائما الناس البيت بالاضافه لازعاج المعجبات. الحمد لله الله يجيبه. دار نرجع وراء حسن، وزير الاتصالات يطلق عمليه استراتيجيه لوطنيه محاربه جرائم الالكترونيه، ده موضوع القبيل حجينا فوق، تقدر تعلق عن هذا الموضوع؟ نعم. قانون الامن السبراني او قانون الجرائم الالكترونيه، زي ما قلنا في الفتره الاخيره السوشيال ميديا في تشاد بقى عالم لنشر الفتن، لنشر العنصرية والكراهية والافتعال والأكاذيب، بالإضافة إلى ذلك التشهير، يعني أنت شخص مستور وكده أنت تمشي تشهره بطريقة ما حلوة سيئة. فلازم يكون في أمن يضبط هذه القوانين ويضبط هذا الانفلات. أكيد. الأمن الوزير الله يبارك فيه جاب الأمن والمجلس الوطني أقر وأجاز على هذا القانون، قانون الأمن السبراني. من ناحية الجيدة إنه حيضبط لنا مجموعة كثيرة من الناس انفلتت، ومجموعة كثيرة من الناس بقى ما عندها قائد بفوق. ثاني شيء إحنا خايفين من شيء واحد وهو تكميم الأفواه. الناس خايفة من تكميم الأفواه، خايفة من واحد يقوم يحجي حاجة صحيح ويقولوا لا ده خطأ وده خطأ وكذا. لكن ان شاء الله خير، عندنا امل في الوزير وعندنا امل في تكميم الافواه. استاذ عبدو تكميم الافواه يعني الشخص اللي يقدم محتوى غير جيد فلابد ان يضبط، فهذا لا انا ما قصدي تكميم الافواه للمحتوى الجيد. نعم. المحتوى الجيد لو يسوي كيف ما يقدر يكمم افواهه. أكيد, أكيد. ولكن خايف ليه الشخص اللي يدور يحجي الصحيح. أوكي. اللي يدور يحجي شيء معين، شيء قاعد يشوفه صح قاعد في الواقع، يا جماعه مثلا فلان كذا كذا كذا، هو ده يسكته، ده احنا ما فوقه. طيب عبدو بارك الله فيك، باختصار شنو اخر رساله تقدر تقدمها؟ اخر رسالتي استعملوا السوشيال ميديا بطريقه صحيحه، لان السوشيال ميديا تقرب القريب وتبعد البعيد، تقرب البعيد وتبعد البعيد، لكن استعملوها بطريقه صحيحه وحاولوا تستفيدوا منها ان كان ماديا ان كان علاقات، وان شاء الله تحية تشاد. شكرا عبدو. الله يبارك. عبدو اول انت قد تسال الناس اليوم اين سالناك وجاب لنا بأريحية. يا سلام، شكرا جزيلا والله. شكرا شرف لي برنامجكم المشروع. شكرا جزيلا. ان شاء الله من تقدم لتقدم ان شاء الله اجمعين في اعلى المراتب. الله يبارك فيك. بارك الله ان شاء الله. وشكرا ايضا موصول للاستاذ احمد سليمان. شكرا لك جميعا.